السلام عليكم المتتبعين الاعزاء والمتتبعات العزيزه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. السلام عليكم اي مازيغنين وفي مازيغين، ايريفيين تيريفيين، ماني مهجم. تمني ان شاء الله يا ربي اتيرين بخير وعلى خير وصحتنهم اتيرين مليح ان شاء الله يا ربي العالمين. طحب غزايوم نهارا بفيديو يا وطحب غصب ضيفه كيبيع بالقناتينو. وعليكم السلام السلام عليكم. بعد انا راني نجم الفضل بان قرين في زغان غوتش مثلا خديجه يخص اول حاجه ما تنشجع وجري سواء انا ميت تمغه يعني انا من يجي نشي ندرج نتبيع تمغات مستعقلات شوي. اول حاجه بعدا ما تنشجع يخص تبارطاجا لي شوية اللي لك شوية كومونتي سبحان الله راك شفت زغان اخويا جبير هاد الطوال المش هاد الطوال الحمد لله مش غنغني غني تانيت راك شغال غني حاليا املو وني تا اكاجو انت سيمان تنسمع حتى مشتا شنو مرحبا ونهار عاود نسيو شويه تخيش الموضوع يجا المهم كثير خوان تنشي ندك نهار نزو اكثر ينسيو لا خديجه النف بالخصوصيات خي حوري شكون الله يرحم الوالدين احوري احوري اسباني ويسغني نمشي احوري اسباني ويتز دي اسبانيا غادي تس 80 ولد 80 ولد تحت غا السوق تفتي 250 ولد 300 ولد اخو المشكل اللي غنغنشي اكثر ايام المشكل المراقبه وين شنو الواحد شكا حورين شنو حورين طماطم من الشقع ماشي جوج دوغوسين صغير خفي السيد جوج وسين جوج هذه الشن بقى الشرف السد ولاد يا ربيع وهذه الداخليه قا ربيع الداخليه تبارك الله قا يقل متر هو شنو اللي من يجي الساعه هذه السنين غير تستجن النصيب قليل انت غادي يا وداني تا غنضاي تاكو هذيك 600 700 الف ما كتستغدي ندوز 600 700 الف توسخ زيتي ندوز تحت قدوره شنو اللي من يجي نهار واحد يجي لنا غاتو اذا حوري اذا فايم ماس قال 400 الف انا رايح ولين اذا فاهم مس قال اش 400 الف ماني غادر شنو ني مينيت انا رايح ولين اذا فاهم مس 400 الف وخبري وني وغايت ان شاء الله يرحم الوالد وخبري وني وغايت شي ميز غير صغحوا زيد انتو انتو عاود ديني جل المرحله النغري عاود مثلا تديني الساعه عرفت حسين باش تروح فيها شويه تريث مثل المشاهدين خديجه من الصور تاعك شرخو الصور خمازي ماشي المشكل كاين تما واحد عاود النسبة ماشي بزاف كاينين الناس كيساهموا كيعطي لهم الحولي ولا نورمالمون أنا واحد الحولي واه غير السنة حنا شنو كنديرو حنا ستة ولا خمسة بينا بالدار كنمشي أنا كنجيب الحولي بوحدي كتمشي أما كتجيب الحولي بوحدها كيمشي خويا يجيب الحولي بوحدها فين غيديرو بيهم؟ دابا ولا استغلال ديال استغلال دابا زيودان تاكين خوت باش نكونوا واضحين ديني خويا ودان تخسنا هذيك الكنرخة والزمة مين زيود الزمة؟ ولكن والو المصداقيه المصداقيه لا تقول لي زلوزان لا تقول لي تكا لا بكلشي خشين خصوصا تكا بعدا اول حاجه خصنا المراقب خصني من يجي الله اكبر تكا خصني فوق المراقب هذا راقب حوريش كي تاكل لنا شي ضفه يماس داي 7 كيلو مكسون تكا انا 700 الف قطعت لي حوره ولا تخوك زي حسين كيلو 50 قطعه ما قاش تاع تسغسو كيلو حسن يبقى ما كتعزي 50 يوم شكون تفضح حوري ذا فايم ما ستانا شي العدد لانني من يجي ونتمنى ان شاء الله زي خديجة النب شو ما غاك تدوري ان شاء الله سناو شوية نزمي تعاون ان شاء الله اقشت اخويا جبير عضو دغاري ذا عاود اقشت اني جني خصنا زميت مع الحبابي نتمنى زي خديجة ان شاء الله نتا ذيك اللي غاي واحد نوجبو لنش اقشت نتا اغاري تاسة تناوي ذا مباشرة تغاري بزا نشتا زميت نس ذي هاد دار تقص قفص ميت بيرنيشان وديبو تزميت الشيخ. اقشط اخويا جاي. تبارك الله ما شاء الله هذه كاع بالبركه. ونتمنى زين تاتي ان شاء الله وديبوش. نتمنى زين تاتي غادي تاتي شويه تجيش نتاويه غادي تاتي. ان شاء الله. هذا سقى المتتبعين انه يعزل ان شداني تزميت غا جابر ان شاء الله. فيصل. هذا نغزوها جابر ان شاء الله ياك. صافي ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله. نار المنتوجه في ان شاء الله. اقسم بالله هو وين اقسم تزاد اخويا جابر جزاه الله ما بارك تزاد هذيك قاب البركة اقسم مغرب لعشاق المغرب رباشا قيت تزغى الصبح رباشا قد تزيش تزغى الصبح موجود رباشا الا انت قد تزيش وهو واحد تيلي سالي هو تيلي سالي امين ان شاء الله الانسان قفو اي مشروع لاي حاجه كلشي يخصص فوس بفوس والحمد لله مش تستغسكيت مثلا اذا يصير فارجن اكيس من شويه الليلات ونوقن ابوني ديك شويه ابوني
تنشجع قال انت دوك شماتنا التامغات مينات تنشجع حتى الحمد لله قاش تبع غلقنا الناس وتبوش الحاج تو تجيبو تني شي ما تصور خدين شي ما ندويو شي ما تسمر حتى الحوايج ما شاء الله ونتمنى نشري ان شاء الله تنشجع شويه الليلك شويه كومونتي داك اللي واحد السي ربي امين ان شاء الله ونتمنى يزقى قاغا وتجيبو له الجمال هو تبسي مساء وخلاص ميت خويا تجيبو خويا ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك مرحبا بك اي وقت تحسني ان شاء الله يا الله مع السلامة شكرا شكرا لمتابعيني عزيز بارك الله فيكم.